طبعا يمكن احنا عارفين كويس قوي مباراه الوداد ومدى قوتها ومدى اهميتها بالنسبه لنا، فبالتاكيد يعني عارفين كمان يعني مدى اهميتها بالنسبه للوداد، لكن احنا جايين وعندنا دوافع كبيره ان شاء الله من حقها هنا في المغرب باذن الله. الحمد لله يمكن احنا جينا بين يومين، وطبعا بالتاكيد مباراه كبيره وبالتاكيد مباراه مع فرقه محترمه وفرقه لها اسمها في افريقيا مش في المغرب بس، لكن كمان احنا جايين وعندنا دوافع زي ما قلت لك كويسه ودوافع قويه، ويا رب ان شاء الله الرحمن نحققها. كل اللي اتمنى ان هي تبقى مباراه في اطار رياضي كويس ما بين فرقتين كبار زي الاهلي واسمه ومكانته في افريقيا، وما بين الوداد بالتاكيد يعني بطل المغرب، فان شاء الله الرحمن نعمل المباراه تخرج في اطار رياضي ويستمتع بها الجمهور باذن الله على المستوى الفني. احنا الغيابات اللي عندنا يعني احنا عندنا طبعا يمكن مروان محسن لعيب بتاكيد كويس، لكن بقاله فتره غايب عننا، في عماد متعب كمان مش موجود معانا، لكن يعني عندنا ثقه في كل المجموعه اللي موجوده بالتاكيد، وهم ده او ده ما لعبوش المباراه الاولى يعني، فبقالهم فتره او كان ماد خد شويه صغيرين في الاخر يعني. لا احنا بنقابل هنا احسن مقابله، والناس هنا شايله لنا فوق دماغها ودعنا دايما باخواتنا في المغرب يعني. لا زي ما قلت لك يعني احنا بينا هنا بنقابل وبنعامل هنا احسن معامله زي ما بيبقى دايما المقابله في مصر يعني، ده بلدنا واحنا عارفين كويس جدا ان احنا جايين يعني مباراه في الاول والاخر مش تخرج غير انها مباراه كره قدم يعني.